وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهد خلال سنة 2022 ارتفاعاً للمبلغ الإجمالي للتعويضات المصروفة ليصل إلى 25.3 مليار درهم. بالأرقام، عدد المنخرطين في الصندوق كانت في 7.8 ديال المواطنين في 2021، واليوم هذا العدد وصل أكثر من 23 مليون. في نفس السياق، سلطت السيدة فتاح الضوء على المنجزات المرتبطة بالنظام العام، منها على الخصوص انتقال عدد الأجراء النشيطين المسرح بهم لدى الصندوق إلى 3.6 مليون، ومضاعفة عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم في إطار عمليات المراقبة والتفتيش ليبلغ حوالي 50,000 أجير سنة 2022. برنامج عمل ديال 2023 غيبقى في نفس الوتيرة، غيرتكز كثير على الرقمنة من أجل تجويد هذه الخدمات، ومن أجل تقريب نقولوا الصندوق من جميع المواطنين وجميع فئات المواطنين عبر جهات المغرب. وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين إلى ما يفوق 9.8 ملايين. الاجتماع شكل فرصة أيضاً لتسليط الضوء على الدور الفعال الذي تقوم به جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إنشاح الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، من خلال تسريع تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الورش، والتي مكنت من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الأجال المحددة.